ايه اللي حاصل هنا ده؟ المصيبة ده هبد الواد دماغ جاب اجله. انت مين يالا هتخف؟ احترم نفسك يا راجل يا كبير انت. انا لولا ما احترم شيبتك لكسر عظمة كسير. يا صباحك الاسود، انت عارف تكلم مين؟ انا ما اعرفوش يا معلم. دي له عصالة، خليه وريني قوته. خد الدهنية في العتاق ودراعي لسه بخيرها، وحفضل اضرب ولاقي في الدنيا ولا اجيب اخرها. كفايه كده يا جدي، الراجل هيموت. وما ناديتش عليا ليه يا جدي؟ احنا شايلينك للتقيله يا معلم. يا جدي انا بتكلم بجد مش بهزر، تتخانق لوحدك ازاي وانا موجود يعني؟ وبعدين اصحى من النوم اسمع كده كاني زي الغربه بالظبط. ودي خناقه برضه يا معلم. فين خناقات زمان كان فيها بركه؟ صحيح، وجدك وابوك كانوا وحوش. قول له وسمعها خليفه، قول له. ايوه يا جدي، بس انت دلوقتي قول ما توقفش، كمل. عديت 70، ها شخشخت خلاص، ظهري اوس، وبعدين بقيت ركبي تخبط وماسك العصايه تعكز عليها مش هتغندر بيها. فاشر ده انت عم الشباب، ده الواد مرمي هناك اهو زي الطور في عز شبابه، والحكيم بيقول قدامه شهر ولا اتنين عشان يعرف يقول بابا وماما. ايوه، ما هو ده من النعمه اللي يقول بابا وماما ده والحاجات دي. مش القصد يا عم خليفه، والله خليفه وبس. مش القصد يا خليفه بس، انا قصدي يا جدي ان ده مش من مقامك. بس انا عايز اسالك سؤال، هو صحيح الواد زي ما بيقول خليفه كده راقد هناك ما بين الحياه والموت؟ والله صعب عليا قوي. صعب عليك يا ولد يا كبدي؟ كنت عايزني ايه؟ اروح ابوس راسه واستاسف له؟ اصل انت ما عرفتش الواد ده عمل ايه وغلط ازاي. طب انت ايه رايك يا جدي، هنعمل ايه معاه؟ والله يا معلم لو عايزني حتى اروح ابوس راسه انا جاهز، اللي هتقول عليه همشيه. لا شوف يا جدي، انا بقول نستقضله كام حاجه كده من عند الواد فجله، وبعدين نسكنه عند عم حسن في بير السلم لحد ما يقوم ويبقى كويس ويقدر يمشي. يا سلام، خلاص القول قولك يا معلم. جدي انت بتتكلم بجد ولا بتاخدني على قد عقلي؟ ادهلك يا راجل، في حد يقدر ياخد معلم على قد عقله حتى لو كان جده؟ بس كده بقى انا عايز قهوه قوي، ولو عايز تطلب شيشه كمان انا ما عنديش مانع. شيشه؟ يبقى مش موافق. مش موافق، انا اصلا عندي صداع عشان كده عايز قهوه. يا ولا مين قال لك ان انا مش موافق؟ اقوم اجيبها لك بنفسي. ما سمعتش يا زفت؟ امرك يا معلم. جدي هو انت بتعامل الراجل ده كده ليه؟ انا شايفه اخلص رجالتك واذكاهم، وبعدين حد كده يعتمد عليه. الله الله الله، اسم الله عليك وعلى عقلك المنور يا عرام. والله بتفكرني بشبابي زمان، كنت دايما اقول لابويا كده لما يعمل رجالته بشديه وبزعيق كده، كنت اقوله بالراحه يا ابا خلي الحكمه تتحكم، القلب يتدخل. كان يقول لي لا، النبوت اضرب بالنبوت، لان دول ممكن يتفرعنوا ويتملعنوا، ما تسيبهمش لا على حامي ولا على بارد. مع ان الواد ده بيفهم، بس هو طماع والتعبان وخبيث، عشان كده. لانه كمان انا عندي مسعد وبنتاني، اتنين حمير واغبية وما يتخيروش عن بعض، عشان كده انا بوقعهم كلهم في بعض. طب واحنا محتاجينهم في ايه مسعد وبندار يا جدي؟ مش احنا فضيناها سيره وخلصنا خلاص؟ ازاي يا ابني؟ دول على الاقل قالوا يعني منظر قدام العالم، هيبه لينا. وبعدين الواد مسعد وبندار دول بالذات بيشتغلوا زي التران ونافعيننا في كل حاجه، بس هو لازم تشغل مخك. ما انا عشان كده قلت لك يا ابني سيبك من المدرسه والكتب والتعليم والنيله دي، وخليك في حضني. البد معايا، انا اطلعك معلم، ابن معلمين بحق وحقيقه. نام وارتاح. ده انت انكتب لك عمر جديد. تشكر يا واد عمي،
وده علاج واكل بالمعلم عرام افندي. كل وادعي له بصوت عالي عشان المعلم الكبير يعرف. هعد عليك في الصبح والمساء اشوف طلباتك. عارف ما تكذب وتقول محد سأل فيا. تشكر يا واد عمي. ده باين العلقه خليته علق زي الجدع اللي اسمه بومبا. قفل لك الباب يا شيخ عطيه. والله لاحسن القطط بتبهدل لي فرشتي، ده غير ريحه الحمام اللي دايما طافح. حمام ايه؟ المشكله كلها في ريحه القطط اللي دايما خانقاك، وخصوصا القطه السودة. يا طولك يا اخي، بتخاف من القطط يا بندري؟ وهي برضه قطه يا شيخ عطيه. والله انا ما كشفتش عليه. وان شاء الله رايح فين كده انت وهدومك يا عم الشيخ؟ مشوار يا سيدي، عندك مانع؟ تروح وتجيلنا بألف سلامة يا شيخنا. الله يسلمك. أمانة عليك، وأنت بتطوف ادعيلي. وادعيلي. أطوف إيه؟ هو أنا رايح الحجاز. في إيه يا بنتي يا نبيلة؟ هتنيميني جارك. أعمل إيه؟ ما أنا بصحى الفجر أروح الفرن، وبعدين أرجع من مدرسة المعلمات أقعد أذاكر. مش ده كان مرادك يا أختي؟ بقى تروحي أنت وإكرام عشان تكلميه في حكاية جوازنا والغلبانة سكينة، تطلبي منه التعليم وإدارة الفرن؟ صحيح. كل واحد بيقول يلا نفسي. خص عليك يا بت، ده انا خالك كان هيموتني بسببك انت وسكينه. بس انت عارفه بقى جدك لما بيحكم رايه. يلا اهو نصيبي فجله. بت يا فريده، انت خلاص بقيتي حامل، ارضي باللي قسمه لك ربنا. انا في ايدي ايه غيره يعني؟ يعني انت مش ممكن في يوم من الايام تحبي فجله؟ في ايه يا بت يا نبيله؟ مالك؟ مالي باين عليا حاجة؟ ده انتي باين عليكي كل حاجة. ايه؟ لو الافندي لسه تقلان عليكي ولا ايه؟ ايه يا بت انت اللي انتي بتقولي ده؟ يا اختي يا صغيرة، لو انتي فاكرة يا بت ان مفيش حد واخد باله ولا ايه؟ ايه العبط ده؟ يبقى اللي في دماغي صح يا بلبل. فريدة انا مش فايقة لهزارك. يا بت هو انتي طولي؟ على الاقل هتتجوزي واحد بتحبيه، وجدي عمره ما هيمانع، ده منى عينه. اصل انتي وعرام عنده حاجه تانية. لا ده انتي فجله لخبط كيانك خالص. انا ماشي. قال على وشك يبان يا نداك اللبان.